تخافي علي. يلا. والله والله يا زمرد إذا بيصير عليك شيء ما راح سامح حالك لعمري. لا تقولي هيك، أنا روحي فداك وفدا الولد ببطنك. يلا يلا ما في وقت. بإذن الله ما راح يصير عليها شيء، بس عجلوا شوي. كيف لك؟ خاتون فوتي. سميحة شو عم تعملي هون؟ وليه هيك لابسة؟ هلا رح تعرفي كل شيء. شرفي يا خاتون. يا أهلين يا بنت. أهلين خالتي. اهلا اهلا بخاتون. مو انت اخته الكريم الله يرحمه؟ شو عم تعملي هون؟ انت صادقه، انا اخته لكريم. وانت؟ انا مرته لكريم. أهلا كريم. بعرفك على ناهد أختي. شو عم تحكي؟ هيدا كله كان ضمن الخطة اللي رسمها كريم. وعد صدق بحياتك إنه كريم حبك. أنت كنتي وسيلة بس لمهمة رسمية وطنية. خلص كل شي انكشف هلأ يا خاتون. اوعى تفكري إنه أنا طلعتك من الحبس كرمال سواد عيونك. أنا كل اللي بدي إياه منك هو ابن خيي، وبعدها رح تموتي. حتى زمرو بتصاير إلى غطات وطلعات برات الحارة وعم بيقولوا مع رجال غريب. فضايل قلوة الله واحد. معقولة؟ والله وكيلك اليوم كان عندنا عز الدين، قضى كل اليوم عم بيدور عليها وما عم بيعرف وين داشرة. يا لطيفة الطف، والله ما عم صدق. صدقي، مشان ابن بنتك وفى حاطينه عند الداية ام جبري. وينه ابني؟ لك يخرب بيت قلبهم ان شاء الله، اخذوا الولد من عنا مشان يشنططوه. والله ما رح نسكت لهم، ما رح نسكت لهم بقى. الله لا يوفقك يا خاتون. طلع كل شيء عم قلتيه غلط بغلط. لك جبتي المصايب لاهلي، كذبتي الزيبة وكذبتي كل الدنيا كرمال واحد خاين ماضي. واختي زمرد هلا يمكن تروح فيها. لك شو عملت بحالي انا؟ شو عملت؟ والله الموت امر علي. والله يلا يا خاتون جهزي حالك، بكره اعدامك. مين انتي؟ وين خاتون؟ وين اختك؟ لك في رجال عنده شرف ووشه شوارب ومسؤول عن حرمه، تطلع برات بيته من الصبح، وصرنا بنص الليل وما بترجع له للبيت وبيسكت. وحد الله يا ابو فهد. استغفر الله العظيم، طول بالك ابو فهد. شي زاد عن حده؟ ما حد قدر نتحمل فضايح عز الدين. اسمع، تحمل ضربة رياك بتطلع برات الحارة ولا بتهد فيها خطوة واحدة؟ خلصنا، الغلط راكبه من ساسه لراسه. يلا وقت اللي بصير عكس هالشي حتلاقي باب الحارة مفتوح لك. يلا. ليش هيك عم تعمل يا خالي؟ ليش؟ ليش عم تكسر ظهري أكثر ما هو مكسور؟ ليش؟
أنا طالع ورحمة أبي تحت ترابه لأرجع الحارة مرفوع راسي، والأيام بيناتنا. نحن لازم نشد على العمارة على بكير، بيكون أحسن. ونحن بإذن الله قبل الظهر بنكون على مداخل العمارة. بس أنا في شيء مانو مريحني. خير خاتم رضا، قولي شو في؟ سميحة من امبارح مانا مبينة. شو عم تحكي أنت؟ كذابة صوفيا، كذابة! سيدي أنا ما بعرف شيء ولا عملت شيء غير إنه ناهد طلبت مني إذن الزيارة لأختها لخاتون، بس قصة التبادل اللي صارت أنا ما دخلني فيها. صوفيا هي اللي هربت لأختك مو هيك؟ لا ما حدا دخله. بالظاهر أنت لا رح تسوقي ولا رح تفهمي من حسنا. الله يوفق حالك.